يعني سلمى، مثل ما بنعرف كل يوم بيحمل معه مثل ما قلنا كثير من الضغوط والانفعالات. احيانا بتختلف سلمى الردود الافعال من شخص لتاني. نفسيه البعض يمكن بيقدر يضبط هي العصبيه، والبعض الاخر بنشوفه مثل الانفجار. فديش هذا الشيء، انت من اي نوع سلمى؟ هلا على حسب، اذا كنت كثير القصه مضايقتني وصار لي فتره عم بسكت عليها بنفجر. ممكن تكون تراكمات. تماما، اذا في تراكمات. اما اذا قصه يعني بتسب بس لاول مره، لا بضلني قادره اسيطر، يعني عندي محاوله واثنين وثلاثه بعدين خلص. خلينا نحكي عن العصبيه اليوم، يلي هو مثل ما بنقول موضوع او مشكله العصر يلي بيعاني منها كثير من الاشخاص من الجنسين الاناث او حتى الذكور. رح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل مع الاستاذه سلام قاسم الاخصائيه النفسية. صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش حديثنا من السؤال يمكن العريض اللي طرحته فرح، إنه كلياتنا بالحياة ممكن نتعرض لمواقف ويكون عنا ردات فعل. إيمت بنقول ردة هاي الفعل ما عادت ردة فعل طبيعية على موقف معين، نتخطى لتصير عصبية زايدة؟ بيقول بتسمعيها هيك بالحياة العامة، إنه ما مستهلك كل هالعصبية على هذا الموقف، فإمتى بنكون وصلنا لهالحالة؟ هلا مثل ما بلشت وذكرت، هو كتير مزبوط انه طبيعي انه الانسان يتعرض بحياته لمواقف بتؤدي لتصرفات معينه الى رد فعل عصبي، بيكون يؤدي انه يصير شخص عصبي. فهي بتختلف طبعا درجتها، ممكن يكون بدرجه عصبيه بسيطه عن عصبيه شديده. هلا ممكن نقول نحن انه بيكون نرفزه، بنقول عم بنرفز، يعني النرفزه هي انه رده فعل بسيط تجاه موقف تعرض له الانسان، وهذا شيء طبيعي لانه الانسان هو عباره عن كتله من المشاعر والأحاسيس، بيفرح وبيغضب وبيتألم وبيحس وبيحب وبيكره، فطبيعي انه يعصب. اساسا مو طبيعي انه تكون ردة فعله باردة تجاه موقف عصبي تعرض له، ولكن لما هالموقف هذا بيزيد عن الحدة ممكن يتحول الى نوبة غضب، ساعتها نحن بنقول هي نوبة عصبية شديدة، انه هذا الشخص فينا نقول عنه عصبي، وبحاجة طبعا هو الى طرق معينة للعلاج، قد يتوصل الى العلاج عن طبيب نفسي طبعا او اختصاصي نفسي. طبعا الناس لما بتنرفز، لما بيجيها تأثير خارجي، بتكون احيانا مثلا نرفزتها عصبيتها بتكون مثلا انه يعني لثواني مثلا ردة فعل جملة معينة حكاها الانسان جاوب على الموقف العصبي اللي صار، اما لما بيوصل انه بصير مثلا عنده اعراض معينة، بصير عنده رجفة، عنده تعرق، عنده تسرع بنبضات القلب، عنده يعني مثلا بتحسي نفسه غير طبيعي، ضربات قلبه، بتحسي ضغطه كمان بيرتفع، بتحسي قد يصل الى حاله وربما تصل الى الاغماء مثلا نتيجه هالانفعال الزائد اللي صار عنده، فهذا الشخص عصبي. احيانا بتكون انه الاشخاص معينين، مشان نعرف نفرق كمان، يعني في اشخاص معينين بيدعوا العصبيه مشان يكسبوا خوف الاخرين واحترامهم، يعني هن ممكن يمثلوا هاي المواقف تمثيل لحتى انت تحسي انه هذا خوفك، عمل لك رعب هالشخص هذا، فانت شو هون بتقعدي تسكتي، بتعملي مثلا بترجعي للخلف، خلص بتعدي للعشرة انت بدل ما هو اللي يعد للعشرة وبتعملي له حساب. فهون نحن لازم نفرق بين هدول الاشخاص، وهي طبعا ممارسه او حتى انه انت تعرفي هذا الشخص يلي موجود بحياتك او يلي عم بيعصب بشكل مستمر من بشيء او لا شيء. احيانا بكون العصبيه هيك لمجرد انه هو شخص عصبي، خلص انه انا عصبي بعمل اللي بدي اياه. في هذا الشخص يلي يمكن مثل ما بنقول بالعاميه نحن من الهوى بيعصب، هذا الشخص فعلا هو موجود كموقف صغير، اي حركه صغيره ممكن ما بتعجبه، هو يكون عنده رد الفعل العنيف هذا اللي عم نحكي عنه، او ممكن تكون هي ادعاء من الشخص؟ اي اكيد، هلا موجود هو هذا الشخص اكيد، مثل ما ذكرت بالبداية في عصبية متوسطة، عصبية ضعيفة، في عصبية شديدة. هالعصبية الشديدة كتير هي التي تستدعي العلاج، وهذا الشخص موجود وممكن يعصب يعني من أي شيء، من الهواء بيعصب، يعني هو هذا كمثل هيك يعني إنه مجازي، ممكن بيعصب من الناس اللي موجودين حواليه، أسرته، بمجال العمل، بالطريق مثلا إذا شوفير تاكسي ما وقف له ممكن يبلش يعيط وهيك، فهو صار كمان عنده هذا أسلوب كمان إنه صار يتب، يعني فما عالج حاله او ما اعترف اساسا بمشكلته، لانه لحتى انت تعالجي مشكله موجوده عندك شو من كانت هي المشكله لازم اعترف اساسا انا ضمنيا وداخلي انه بوجوده انا عم عاني من هالمشكله، عم لاحظ انه الناس حوالي يعني عم تتضايق مني، الناس عم تنفر مني، ما في محبه من الاخرين، عم بيصير بيعاني من ده، بصير لحاله انعزالي، لانه الناس بالاخير بتقول لك يعني بلا وجع راس شو بدي منه انا يصطفل لحاله ويروح. فهذا طبعا موجود
بالحقيقة هو بحاجة لعلاج. ونحن طبعا فينا نميز دائما، لانه اي عصبيه هي مثلا اذا الشخص اللي بيعصب بشكل طبيعي مثل ما ذكرنا انه هو بيعصب نتيجه موقف، صار موقف استدعى انه يعصب هالشخص، استدعى رده فعل معينه، فبده يكون في موقف لحتى يعصب، مو انه انا على الفايته والطالعه بعصب. وهي العصبيه بتجي الى اسباب، ما بتجي هيك من لا شيء. يعني بجوز الواحد احيانا بيكون مع عيلته مثلا انطرح حديث معين، موضوع للنقاش والحوار، بيلاقي انه افراد ما انا متجاوبه معه بنفس الراي بنفس الفكره، هون ما بيتقبل، فبتلاقي انه بصير شو، انه بصير رده فعله عنيفه تجاه اسرته. وعاده في كثير من الابحاث بتثبت انه ممكن يكون وراثي من الاسباب، انه ممكن يكون الشخص مثلا احد الابوين عصبي، فبيكون هو انه كمان بتلاقي بالوراثه انه صار عصبي. ممكن الشخص انه يصير عصبي نتيجه الستريس كثير، الضغط الكثير اللي موجود بحياه الانسان، خصوصي نحن بالوقت الحالي وظروف الحياه الحاليه ما بنستريس تماما. فردات فعل الاشخاص وتجاوبهم تجاه اي موقف بيختلف من شخص لاخر. فلما بصير عندنا نحن ضغط نفسي، هالضغط النفسي لما بيكون بالحدود الطبيعيه هو مقبول، فبتكون رفع للشخص تجاه هذا الضغط النفسي بطريق مقبول يعني. اما لما بصير عندنا ضغط نفسي تراكمي، هالتراكمات هي كلها فوق بعض بدها تولد الانفجار، فهذا الانفجار كمان بيكون عند اشخاص كثير موجودين، فبيكون بردات فعل عنيفه، بيكون بعصبيه شديده، ممكن توصل الى صداع بالراس. ممكن تشوفي مثلا انه انت من اجاكي حدا انت عم تعصبي، في عندك ستريس كثير، في عندك مشاكل بحياتك كثير، انزعاج بكل شيء حواليك انت. فلما بصير عندك انه اي مؤثر خارجي اجى ولو كان بسيط، انه هون ما بصير يتحمل، مثل يعني ما بنقول الشعره التي قسمت ظهر البعير، فبصير هالانفجار الشديد هذا، فبصير بنوبه غضب شديده ممكن توصل انه يطرق راسه بالحيطان مثلا، انه يضرب حاله، انه ياذي حاله. بدنا نفوت بمرحله صار بدنا ممكن يشرب كحول، ممكن يصير مدمن مخدر أكيد. هلأ لما نحن بنوصل لهالمرحلة تماما مثل ما قلتي، نحن هون بحاجة لعلاج، وهذا العلاج كتير مهم وضروري فأول شينا نحن بالعلاج أنه لازم التنفس، مهارات التنفس كتير مهمة. ما بتعرفي قديش ممكن تكون مفيدة للإنسان، يعني فينا نعتبرها نحن بمثابة السحر. يعني التنفس لعشر مرات، كيف الأكسجين بيدخل للمعدة بيدخل للصدر، في طرق للتنفس، مو التنفس العادي اللي نحن فقط نتنفسه شهيق وزفير، لا، فرق للتنفس اللي بيؤدي للاسترخاء، بتحسي بشعور بالراحة. مشان هيك بيقولوا لك عدي للعشرة، دائما نحن بحياتنا بيعدي يعني للعشرة. ممكن يكون شهيق طويل مثلا تماما، عفوا، ممكن بس اشرب. طيب هون استاذة سلام بدي اسالك، يعني نحن عم نحكي عن انه في اشخاص كثير الضغوط بتاثر فيهم لدرجه انه يوصلوا لحد الانفجار، ممكن هذا الانفجار يكون مرضي مع الوقت، ممكن يعمل مشاكل عندهم، ممكن يتجهوا لادمان شيء معين مثل ما قلتي او غيره من الامور. ولكن في بعض الاشخاص كمان اللي قلتي عنهم اللي هن متعودين، انا ما بناقش وما بحكي بطريقه عصبيه، طب شو السبب؟ يعني هلا ليش في أشخاص ما عندهم وسيلة نقاش غير العصبية والصوت العالي؟ وهدول كيف تقدري تتعاملي معهم؟ كيف بيقدر المحيط يحسسهم أنه لا، في أسلوب آخر للنقاش، فينا نكون نوصل لنتيجة من دون ما نتخانق، من دون ما نعمل مشاكل يعني؟ هلا هدول أول عندهم ضعف بمهارات التواصل قولاً واحداً، يعني ما بيعرفوا يتواصلوا مع الآخرين. فمهارات التواصل هي مانا بالأمر السهل أبداً، هي سمة موجودة عند الإنسان تخلق معه، يعني في حال مانا موجودة نحن بنشتغل على تدريبها. فالصوت العالي والصراخ دائما بخليكي تنفري من هذا الشخص كوسط نحن محيط. بنشوف شخص بحاله عصبيه متوتر منرفز، يعني بنبعد عنه، بنقول بلا وجع هالراس شو بدي فيه بالاخير يعني. اما انا اذا كنت هالشخص هاد بهمني، عايش ضمن اسرتي ببيئه عملي، فهون بيختلف انا رده فعلي كشخص بحاجه انه انا اعمل له ترويض، اعمل له تهدئه للنفس لحتى نحسن تستمر الحياه، فهذا من ضمن الأسرة. هلأ بيكون كمان نحن أنه منعلمه أنه أول شيء لازم لما بيعصب الإنسان بعد ما بيعمل مهارات التنفس كمان بيهدى مع نفسه وبيشوف أنا شو المشكلة، يعني بيسأل حاله سؤال أنه أنا ليش مزعوج؟ شو السبب اللي خلاني انزعج؟ كتير مهم أنه يعرف الإنسان السبب اللي خلاه ينزعج. بجوز يعني هذا السبب ما هو مهم، يعني بجوز هذا السبب ما بيستدعي هالثورة، هي ثورة الغضب هي كلياتها، فهون كمان بتهدى. لازم كمان نتعلم نحن نسامح، كتير حلو انه نسامح، يعني انك لما تسامحي الشخص هذا لحاله بخليك تحسي انت بقيمتك، انه عندك مقدرة على الغفران والعفو، عن مقدرة معناتها انت قديش شخصيتك قوية، قديش قادرة انك تتوازني. كمان نحن ممكن انه نتعلم انه نتقبل الآخر،
كمان نتقبل كمان انه نحن ما نكون عصبيين. ليش؟ لحتى كمان نحن بدنا نحاول نفسيتنا تكون ايجابيه. ما في انا من الصبح وعم عيط وعم خانق وعم صرخ وما في اي تواصل مع اسره. لا، كثير حلو صباح الخير، كثير حلو مرحبا، كثير حلو انه نحكي كلمات بسيطه، يسلموا يعطيكي العافيه. هي لحالها هالكلمات البسيطه بتعطي انجاز كثير كبير. كمان نحن لما بنوصل لمرحله انه ما عم نحسن نعرف تقنيات التواصل او مهارات التواصل او كيف انا ممكن اتعامل مع الاخرين، فهون ممكن انه نستعين بشخص، نستعين بصديق، وهذا الصديق يفضل انه يكون مانو من المقربين كثير. خديه صديق بعيد، حاولي تحكي مشاكلك، همومك، الجاي للمعالج حتى تحسي بالحياديه. تماماً. يمكن تحسي بالحياديه وتحسي انه انت تفرغي الشيء اللي عندك، لانه احيانا لما انت بدك تقولي لشخص كثير مقرب لك بتخجلي مشكلتك، صح، او بتخافي انه الشيء اللي انت بدك تحكيه ينتقل للاخرين وانت ما بتحبيه، بتحبي السريه، بتحبي الخصوصيه، وهذا حقك الطبيعي وحق كل انسان. فنحن هون بنستعيد بشخص انه غريب بعيد عن الجو تبعنا، نحكي له مشاكلنا وبناخذ برايه، ويفضل انه يكون شخص ذو ثقه. وعاده نحن لما بتوصل عندنا ثوره غضب لحالات كثير كبيره من التوتر من القلق، كمان القلق الاكتئاب كمان بالحياه، هذا كمان بيعمل نوبه غضب. المرض احيانا الامراض المستعصيه كمان هي كمان بتعمل نوبه غضب، بصير الانسان عصبي ما انه قادر يتحمل الاخرين. فلما نحن بنفكر بطريقه متوازن نلجا للشخص المناسب، لما بتوصل الشغله لشيء كثير كبير ممكن ياثر على حياتنا، على مستقبلنا، على علاقاتنا بالاشخاص المحيطين فينا، ممكن نخسر شغلنا نتيجه عصبيه، نخسر احبابنا، الناس اللي بحبونا بنخسرهم نحن لما بنعصب بطريقه غير متوازنه. كمان بتدرج تماما بنخسر نفسنا اللي هي اهم شيء. فهون لازم نعرف نعد للعشره ونتوازن ونعرف نتصرف صح لحتى نكون اشخاص هادئين متوازنين في الحياه. أكيد. يعني أستاذة سلام كل الشكر لإلك للمعلومات اللي قدمتيناها، ونتمنى قد ما كانت الضغوط صعبة وقد ما كانت الظروف المحيطة فينا مستفزة إلى حد ما، مثل ما قالت الأستاذة سلام، نحاول شوي نهدي من نفسنا ونسامح. هي الكلمة اللي كلياتنا عم ندور عليها اليوم. أكيد فرح، وإن شاء الله هيك نقدر نكون وصلنا شوية معلومات واللي عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها. شكرا لك. شكرا لكم، ومع تمنياتي بالهدوء وراحة البال للجميع. أكيد إن شاء الله. أما هلأ فرح رح نروح ل